السلام عليكم ورحمة الله. هل يعتقد من ينافس على الحكم أنه سيجد الطريق سالكاً؟ كلا، لا يمكن ذلك. كل مشروع يريد العبور إلى الدولة سيجد أصحابه تحديات في التعامل مع الحكام والنخب والشعوب، بين محارب ومعاند ومخادع، أو مؤيد وداعم ومناصر. فما طبيعة التحديات تلك؟ وكيف النظر إليها؟ حينما يصر أصحاب المشروع الإسلامي على نقل رسالتهم من المجتمع إلى الدولة، سيجدون في طريقهم أصنافاً عديدة من الناس. سيجدون أصنافاً من الناس تعاديهم وتؤذيهم إيذاءً عظيماً، وأصنافاً تنصرهم، يسخرهم الله سبحانه وتعالى لنصرتهم ونصرة رسالتهم وفكرتهم. إن أنواع الأذى التي يتعرض لها أصحاب المشروع الإسلامي في طريقهم نحو تمكين فكرتهم في الدولة متعددة، منها التجاهل، ومنها التضييق على الحريات، ومنها التسفيه ونشر الأكاذيب والأباطيل، ومنها الملاحقة ومنع الحقوق، ومنها الحصار والتضييق الاقتصادي وقطع الأرزاق، ومنها الأذى المباشر والاعتداء البدني، ومنها الحجر والسجن، وقد يصل الأمر إلى التصفية الجسدية. ولكن الله ينصرهم دوماً برجال يقبلون على فكرتهم من مختلف الأصناف والآفاق والأجيال. فمنهم من يسندهم بتكثير السواد، ومنهم من يسندهم بنشر فكرتهم حيثما كانوا، ومنهم من ينصرهم بالتخذيل، ومنهم من ينصرهم بالجاه، ومنهم من ينصرهم بالمال، ومنهم من ينصرهم بالنصيحة والتنبيه والتحذير، ومن يمنعهم ممن يظلمهم أو يأويهم ويقويهم. ويبقى الأمر سجالا كرا وفرا إلى أن يقضي الله أمره بنصرة من تطوع لحمل رسالة الإسلام لخدمة الناس بها أجمعين، لتكون رحمة للعالمين، إلى أن تأخذ حقها في الدولة لتصنع النهضة في أجل يعلمه الله سبحانه عز وجل، إلى أن تستأنف الأمة دورها الحضاري، طال الزمن أم قصر. وينقسم أصناف الناس هؤلاء على ثلاثة مستويات: مستوى الملأ من الحكام وأصحاب التأثير والقرار، ومستوى النخب، ومستوى الجمهور. أما على مستوى الملأ فشيء طبيعي أن يعادي الحكام أصحاب الرسالات التجديدية التي جاءت لتنهي الظلم والفساد وتسعى لتغيير الأوضاع على غير ما هي عليه. إن الحكام وأصحاب النفوذ يتحكمون في الأوضاع السارية ويستفيدون منها، يتحكمون في الموازين السياسية والاقتصادية، ويتحكمون في رقاب الضعفاء، والناس يخضعون لهم ويتبعونهم طمعاً أو خوفاً، بالرضا أو الكره. وأي دعوة جديدة تريد تغيير التقاليد السائدة وتغيير الأوضاع بما يؤثر في الموازين ويهدد مواقع الحكام لا بد أن تحارب، ولو كانت رسالتها أخلاقية تدعو إلى بسط العدل والمساواة بين الناس ومحاربة الفساد وإعطاء الكلمة للناس ليحاسبوا حكامهم ويختارونهم بأنفسهم. لأنه لو يكون الأمر يتعلق بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة العامة فحسب، التي لا تتعلق بالحكم، لن يحاربهم أحد، ولا ربما يرحب بهم. فقد كان رسول الله صالحاً قبل البعثة فسمي الصادق الأمين، ولكن حينما أصبح مصلحاً يسفه أعراف الجاهلية الحاكمة حورب، كما أنه كان في مكة موحدون على الحنفية الإبراهيمية منعزلون عن المجتمع فلم يكن أحد يأبه بهم. وكذلك هذه الفكرة الجديدة لا تحارب حين تكون معزولة، لا تتوسع بين الناس، فإنها عندئذ لا تقلق الملأ. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك في السنوات الثلاث الأولى في مكة في إطار محدود على علم من قريش ولم يؤذى. ولكن حينما بدأت دعوته تتوسع وتدخل العائلات الكبرى المتحكمة وبدأ تأثيرها يتسع حتى خارج قريش، بدأ عندئذ الأذى يتزايد. لو كان مصلح يعفى من الأذى بسبب عمليته الإصلاحية لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اتهم بشتى أنواع الاتهامات،
فقيل عنه بأنه كاذب وساحر، وألقيت عليه القاذورات وحاولوا قتله، وعذب أصحابه أشد العذاب، واضطهدوا وحوصروا اقتصاديا في شعب مكة، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يفعل لهم شيئا سوى الدعاء لهم ووصيتهم بالصبر. ثم تحالف ضده القبائل، ودبر ضده الدسائس، واتهم في عرضه، إلى أن نصره الله وفتح مكة، ودخل الناس عندئذ بعدها في دين الله أفواجا. لقد ذكر الله فيما تعرض له رسول الله وأصحابه آيات بينات شديدة التعبير فيما تعرضوا له في سورة الأحزاب مثلا، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذه طبيعة الدعوات من قبلهم كذلك، كما قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهل ثمة عبارة أشد من زلزلوا؟ بل أصبحوا يتساءلون متى نصر الله. غير أن ثبات الفكرة وصبر أهلها والتضحية من أجلها وتمثلها أحسن تمثيل سيحقق اختراقات كبيرة داخل الملأ ومنظومة الحكم نفسها، إذ سيكون من أصحاب القوة والنفوذ والتأثير شرفاء سينتبهون إلى صدقية الفكرة ومصداقية رجالها ونفعها للبلاد والعباد، فتجعلهم ومرؤاتهم يأنفون من محاربتها ثم يتعاطفون معها ثم يخذلون عنها في ساحات القوة والنفوذ، ثم يخدمونها حيث هم موجودون، ثم ينصرونها من غير إعلان ربما أو مجاهرة، ثم يأتي الوقت الذي يكونون معها ومنها إلى أن يصبحوا يكافحون من أجلها، فتنتصر بهم أو يضحون من أجلها. وقد كانت ساحة القوة والنفوذ مقصودة بالاهتمام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل عن ذلك دعاؤه: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، وحرصه على التبليغ في دوائر السلطة والتأثير إلى حد لامه الله عن حرصه عن الكبراء والتلهي بهم عن بعض الضعفاء كما ورد في سورة النبأ. وقد نصر الله نبيه ببعض هؤلاء، سواء الذين لم يسلموا كعمه أبي طالب، أو الذين جاوروه وحموه قبل أن يسلموا كالمطعم بن عدي، أو الذين أسلموا ونصروه جهاراً، أو أبناء كبار القوم ممن حاربه ثم نصره كخالد بن الوليد بن المغيرة وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وغيرهم. والأمر ذاته في عصر الحال، ليس كل من في منظومة الحكم أعداء أو خصوما، ومن قلة العقل اعتبارهم كذلك ومعاداتهم على قوس واحدة. هناك أعداد كبيرة ممن يؤمن بالفكرة في كل المؤسسات الرسمية دون أن يتحمل مسؤوليتها لأسباب مهنية أو خوف على مصيره، وفيهم من يحب رجالها ويقدرهم، وفيهم من يخذل عنهم، وهؤلاء كلهم كنز مخبوء لا يصح تبديده في غير وقته مهما كانت المعاناة. فهم ممن تستقر بهم الفكرة في الدولة حين يصل وقت انتقالها فاعلة ممكنة. أما عن المستوى الثاني المتعلق بالنخب، تحدثنا عن الملأ وعن الحكام، أما عن المستوى الثاني المتعلق بالنخب فهناك كذلك من يعادي الفكرة ومن ينصرها. فأما الذين يعادون فهم أصناف كذلك، هناك الذين يجاهرون بمعاداة المشروع الإسلامي، وهناك من يتربص به ومن يفعل ذلك سرا، بل هناك آذى يأتي من داخل الصف ذاته. أما الذين يحاربون الفكرة جهارا فهم النخب الأيديولوجية الذين تكمن مشكلتهم مع الفكرة ذاتها، فلا يريدونها أن تكون في الحكم مهما كان الذي يحملها، وهم يدعون الديمقراطية ولكن لما يتعلق الأمر بالفكرة الإسلامية يفضلون أن تبقى الأنظمة الفاسدة على أن يحل مكانها المشروع الإسلامي، بل يتحالفون مع أعتى الدكتاتوريات لقطع الطريق على أصحاب البديل الإسلامي بكل الوسائل غير الديمقراطية واللا أخلاقية. وهناك نخب ليست لها مشكلة مع الفكرة، بل قد يدعون أنهم منها، ولكنهم يحاربون أصحاب المشروع حسداً من عند أنفسهم،
في إطار الصراع على الريادة أو لحسابات شخصية أو تاريخية أو تقرباً للحكام وأصحاب النفوذ. والأسوأ في صنف النخب هم الذين يبطنون العداء ويتربصون بالمشروع أو أصحابه، وهؤلاء فئة عانى منها رسول الله كثيراً، وهم المنافقون الذين تعمر آيات الذكر الحكيم بأخبارهم والتعريف بصفاتهم والتحذير منهم، وكانوا موجودين حول رسول الله في مسجده وضمن جماعته لا يعرفهم إلا هو وخالقه سبحانه وحذيفة بن اليمان الذي أودعت عنده قائمة أسمائهم فمات ولم يخبر عنهم أحدا. وهؤلاء يتربصون بالصف، فإن كان في فترة ضعف رفعوا رؤوسهم وقادوا الإرباك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد، وإن كان المسلمون في فترة قوة تواروا وكادوا سرا في الليل والنهار، يفرحون بما يصيب المؤمنين من ضر ويحزنون حين يفرحون، كما قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لا يتوقفون عن الكيد والإرجاف والاتهامات الباطلة، فقد وصلوا إلى الطعن في عرض المصطفى المصون عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. غير أن زعزعة الصف قد يأتي في حالات نادرة من نخب ذات تاريخ عريق ومشرف، بل من أصحاب المشروع ذاتهم في لحظة ضعف بشرية، كما حدث لحاطب بن أبي بلتع البدري الذي كلفه رسول الله برسالته إلى المقوقس، هذه مكانته، فقام بخيانة عظمى حيث بلغ قريش عن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه إلى مكة ليفتحها. وقد تتصارع النخب من أصحاب المشروع ذاتهم بسبب خلافات فكرية أو سياسية، خصوصا حين تتغير الأحوال وتضطرب الرؤية، حين ينتقل المشروع من مرحلة كان العمل فيها مستقرا وفق رؤى ومناهج سارية متفق عليها، مناهج كانت صالحة في مرحلة سابقة، ثم وقع التحول نحو مرحلة جديدة بأهداف جديدة تتطلب تطويراً وتجدداً لم يستعد له الجميع. وقد حدث الاختلاف عند تحول الأوضاع بين الصحابة ذاتهم رضي الله عنهم حين انتقلوا إلى مرحلة الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يحدث الخلاف بسبب الصراع على القيادة والريادة، أو حتى بسبب الصراع على المصالح والسمعة والجاه، بل قد تتنكب الطريق فئة من النخب العاملة للمشروع بسبب طول الطريق وعدم تحقق الأهداف وفق ما كان في مخيالهم، أو بسبب المخاطر فيقبلون بالأمر الواقع، وقد يتحولون إلى مساندين ومناصرين للحكام الفاسدين أو الظالمين، وقد يصبحون عائقاً في طريق الفكرة ذاتها نحو الدولة. غير أن الفكرة الناجحة لا تعدم دعم نخب خيرة مناضلة ومكافحة تنصرها. إن الذي يحمل المشروع ويصبر عليه مدداً طويلة هم النخب المقتنعة بالفكرة والعاملة لها والصابرة معها، فهم الذين تتوجه إليهم أولاً، فإن وجدت فيهم العصبة وبنت بهم النواة الصلبة تثبت أمام عدوان أصحاب القوة والنفوذ وكيد النخب المعادية والمتآمرة بمختلف أنواعهم. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصنف من الناس، من أشرفهم وأنبلهم من أصحاب المكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصحاب المهارات المتنوعة كأبي بكر وعمر وعثمان وحمزة ثم خالد وعمرو العاص وغيرهم، أو من ضعاف القوم كزيد وأسامة وعمار وبلال. وطريقة كسب هؤلاء والعمل معهم وتوجيههم ليقوموا بواجبهم لا يتطلب المبالغة في العمل السري، خصوصاً حين تتوفر هوامش من الحريات أو الانبثاث داخل الغير كما يحلو لغير تسميته، وإنما الأمر يتطلب رفع فكرة سامية عالية مقنعة نافعة من رجال ذوي مصداقية يتخلقون بأخلاقها ويمثلونها حق التمثيل ويضحون من أجلها، فتأتيهم النخب الفاعلة من مختلف الآفاق من تلقاء نفسها، تماماً كما فعل رسول الله إذ التحق به الزعماء والتجار والقادة العسكريون والشعراء والعارفون بالأنساب والقبائل وأحوال البلدان عبر تطور الفكرة نحو مستقرها في الدولة من تلقاء أنفسهم كما قلت، إلى أن أصبح كثير من النخب الأخرى
تلتحق بها بعد أن غلبت وظهرت كأبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين هم كذلك كان لهم شأن في مستقبل الإسلام. هذا عن الصنف الثاني. أما الصنف الثالث من أصناف الناس في التعامل مع الفكرة الذي يجب أن نقف عندهم ونتأمل في تصرفاتهم، فهم الجمهور وعموم الشعب، وهؤلاء سنتطرق إليهم في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.